السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غنوري لكم طريقتي في تحضير سردين كواري. طريقه سهله وبسيطه وما كتاخذش من الوقت بزاف وكيجي بنين على بركه الله. غادي نبداو. كما كتشوفوا عندي هنايا كيلو ديال السردين من بعد ما غسلته ونقيته ودرته يتقطر، وعندي هنا الثومه. الثومه تقدر ديروا الكميه اللي بغيتوا نتوما. وعندي هنايا كيلونز ديال البصله، كيلو ديال الحوت كيدي هنا كيلونز ديال البصله. بصله شلضناها، واخا كتشوفوا بصله كثيره راه من بعد ملي كطيب راه كتنقص. اول حاجه نبداو بها هي البصله، نديروها في الطاجين باش تحار على خاطرها. انا فضلت نضيف الطاجين، الطاجين كتجي فيه الماكله بنينه، خصوصا السردين كواري الحوت اي حاجه طيبتيها في الطاجين كتجي بنينه على الكوكوط. بغيتو ديرها فشي طنجره ماشي مشكل، اي حاجه حبيتوها، من الاحسن في الطاجين كيجي بنين. وغادي نزيد على البصله واحد ثلاثه ديال الصومه ديال الثومه محكوكين. الثومه كما قلت تقدر ديروا الكميه اللي بغيتو. وغنزيد عليها شويه ديال الربيع ومليحه والزيت طبعا على حسب الكميه اللي بغيتو. ونديرها على البوطه تتشحر على خاطرها تتهبط مزيان تتشحر مزيان. دابا غادي نبداو نوجدوا السرديل. انا كنستعان بهاد الطحانه اليدويه، كتجيني عمليه على الكهربائيه. درنا السردين وغنزيد عليه واحد نص بصله محكوكه مع الثومه اللي ديجا شفتوها الكميه ديال الثومه. انا كتعجبني الثومه اصلا، الحوت كتواتيه الثومه. والربيع، انا ربيع ملي كنشريه كنصلو نديرو التقطار ونقطعو ونديرو في فريغو. ومليحه، حتى مليحه حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الماكله مسوسه. اصلا الملح راه ما فيها حتى شي فايده، راه حنا ما عرفتش معنا مالنا كنموتو عليها. دابا غندوزو العطريه. درتيتو البال البصله راه ما درتش ليها العطريه، ما كنديرش ليها العطريه، كندير الحوت العطريه. غندوزو نديرو سكينجبير معلقه صغيره، كمون والتحميره. وشويه ديال البزار، ها شويه ديال البزار. ملي نديرو العطريه نطحنو كلشي، كنديرو كلشي المكونات ونطحنو كلشي مع بعضياتهم. هي الكفته من بعد ما طحناها، حاولوا انكم ما طحنوهاش بزاف حيت الكفته ديال السردين ماشي بحال الكفته ديال اللحم، غيبان لكم خليط الجن. صافي حبسوا. راني زدت على الكفته ديال السردين ديالي واحد جوج معالق كبار ديال الرز مسلوق من السلقه، كيبقى على حسب الاختيار. من بعد ما تشحرات البصله خصها طيب مزيان، انا زربت عليها كان مازال خصها طيب شويه تيولي يولي اللون ديالها دابي. وعاد نسيت الكورات ديال الكفته ديال السردين، ماشي مشكل. المهم من بعد ما تحرينا البصله نزيدو الكورات ديال الكفته. وبالنسبه للتزيين نديرو الحامض ولا الزيتون على حسب الاختيار اللي كان متوفر، ونخليه واحد 10 دقائق لو ماكسيمو نطفيو عليه. ها هو الطاجين من بعد ما وجد، كيجي منظره رائع ومذاقه بنين. ما نقولش لكم الا عجبكم الفيديو وعجبتكم طريقتي في تحضير السردين كواري. كنتمنى تابوناو في القناه وتضغطوا لي لايك الا كانت شي حاجه، خليوها لي في لي كومونتير. شكرا.